لجنة الكرة في نادي الزمالك بتوصي بالتعاقد مع أحمد أيمن منصور لاعب فريق طلائع الجيش المدافع. كنت لسه من شوية بكلمكم على العرض بتاع أوزوريو لتدريب كلاب أمريكا المكسيكي، حتى جايبين لي كمان تفاصيل العقد، بيقول لك العرض بقيمة 1,200,000 دولار في الموسم، وأوزوريو طلب أن يتولى المسؤولية بداية من أول يوليو. والله ما كنتش لسه قريت البند ده، بس أنا قلت توقعاتي يعني. ونادي كلوب امريكا عايز اوزوريو يتواجد من دلوقتي. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل.